اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. لا فراخ ولا لحمه ولا سمك النهارده. معقوله يا جد شيف؟ بصراحه احنا الكاونتر قدامنا اهوت في بتنجان، في فول، في جبنه موزاريلا، في جوافه، في جوز الهند، في الحاجات اللي هي متواجده في مطبخك دايما، البصل والثوم والزبده والسمنه والحاجات اللي هي يعني المطبخ ما بيستغناش عنها. وصوره البتنجان على الشاشه بتتكلم مصري. احنا عارفين البتنجان بيتاكل مسقعه لطيفه جدا، واحنا المصريين شطار في اعمال المسقعه، ناكلها سخنه ناكلها بارده. انا هعمل النهارده مسقعه البتنجان بالطشه بس مختلفه على طريقه المغازي، هتعجبك، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. ومعانا جلاش ومعانا جبنه موزاريلا، جاي على بالي اعمل الفول بالجلاش مع الجبنه عشان الاولاد يحبوه، ودي وجبه غدا على اولادك ما يجوا من المدرسه تكون جاهزه، فيها البروتين النباتي والبروتين الحيواني. هتقولي البروتين الحيواني جاي منين؟ مفيش لحمه ولا سجق، في يا ام الجبنه الموزاريلا منتجات البروتين الحيواني. حلو الكلام؟ معانا الجوافه النهارده مع بعض هنعملها عصير بجوز الهند. جوز الهند مفيده جدا للشعر، مفيده للبشره، لها فوائد عديده، بيصنعوا منها زيوت. ايه المشكله لما نستخدمها في بعض العصائر بتاعتنا او السموزي بكميات قليله او كتيره؟ هنشوف ازاي نعمل عصير ما بين الجوافه وجوز الهند نقدر نديله طعم الفانيليا حسب الرغبه. مش عايز اطول على حضراتكم لان الحلقه بجد ما فيهاش لا فراخ ولا فيها لحمه ولا فيها سمك، ولكن فيها شغل كتير قوي للامانه. هناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل هتروحوا بعيد تابعوا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. ولا فراخ ولا لحمه ولا سمك، مش مطبخك مش لازم تكون السفره كل يوم فيها الفراخ او اللحمه او السمك، لازم يكون عندك ثقافه المطبخ، ثقافة الطهي، لازم تكوني عارفة ايه الحاجات البديلة للحوم والفراخ والاسماك. يعني مثلا فطرنا الصبح طبق فول بالزيت الحار، يعني اكلت جمبري جامبو سي فود، يعني الزيت الحار اللي هو بيطلع من بذور الكتان. بذور الكتان دي اغنى حاجة باوميجا 3، لا تقولي لي لا جمبري ولا سمك، تقدري برضه، ده وجبة لطيفة وجميلة. ومعانا الفول النهارده هنعمله طبعا بطريقه جديده، ولكن خلونا في الحاجه اللي هتاخد وقت كبير. هنعمل المسقعه البتنجان بالطشه. معانا بتنجان، معانا توم، معانا بصل، معانا معلقتين من معجون الطماطم، معلقه سكر، معلقه خل، شويه كمون، فلفل حار، وشويه حب لمطبخك عشان الاكل يطلع حلو. المقادير على الشاشه، والبطل فيها البتنجان ابو قلب ابيض، مقاديرها على الشاشه. معانا بتنجان رومي طازه وزي الفل، وهقول لك تشتريه طازه ازاي، لانه طبعا ده غير انواع الخضار وغير انواع الفاكهه، هو اسود من بره ومفيش حاجه تدل على ان هو طازه ولا مش طازه، بس انا هقول لك ازاي تعرفيه وانت ماسكاه عند الراجل بتاع الخضار. ومعانا بقدونس ومعانا توم وبصل، حاجات اللي هي موجوده في مطبخك. حلو الكلام، نبدا نشتغل مع بعض. الزيت اخباره ايه؟ بيسخن زي الفل تمام. هناخد البتنجان الحلو ده يا عم الشيف واقول لك تشتريه ازاي واحنا واقفين مع بعض كده. بتنجانيه طبيعي ربنا سبحانه وتعالى خلقها من ضمن برضو الحاجات اللي بتطلع في زي الدرنيات، بتبقى مش متعلقه، ولكن بتبقى في هنا الزهره بتاعتها خضراء. طالما دي خضراء وزي الفل كده نعرف البتنجانيه ديت من قلبها جوه ابيض، يغركيش السواد من بره. انما لو دي سودة وتلاقيها ناشفه اعرف البتنجانيه من جوه ناشفه، دي دلاله برؤيه العين. اما برؤيه الايد او باللمس، دوست عليها بايدك كده على لمس صباعك اعرف ان البتنجانيه بقت زي السفنجه. يعني ايه زي السفنجه؟ يعني من جوه ناشفه، فمكان ما هتدوس بصباعك هيعلم. والله على الحاجات اللي بقولها لك دي روح عند الراجل بتاع الخضار وهو علمها لي نفسه، لان بتوع الخضار بيفهموا في الحاجات دي اكتر مني. فدوست على البتنجانيه بتلمع هنا معانا زي الفل اهي. لا بص تلاقيها قاسيه، صباعي ما علمش. البتنجان هتلاقيه عنده مثلا بقاله كتير، هتلاقيه ناشف من جوه، تدوس عليها تبقى زي السفنجه كده، مكان ما تحط صباعك هيعلي. انا حبيت بس انوع عن الحاجات ديت عشان البتنجان ده انا بسميه بتاع الفقير والغني. نقدر نعمل منه كل حاجه حلوه، نعمله مخلل، نعمله ايس كريم، نعمله مسقعه، نعمله مقلوبه، نعمله كبسه. البتنجان لطيف جميل، يتعمل مع الكسكسي، بتنجان ما نستغناش عنه. نصيحه استخدميه كتير، غني بالحديد، قيمه غذائيه عاليه جدا، فوائده كتير وفي متناول الجميع. هنبدا ناخد البتنجانيه بالشكل ده كده، يشيل الزهره دي كده،
ما انا عملته ايس كريم. ما هو البتنجان خلي بالك بيميل للسكريات. كنا زمان واحنا صغيرين ناكل البتنجان الصغير الطازه ده كده طعمه زي السكر بيتسلق. الله عليك. والله السؤال ده وجيه جدا يا شفيق. قال لي يتعمل ايس كريم ازاي؟ دي قنبله دي هتتعمل على السوشيال ميديا حكايه. المغاز عمل البتنجان ايس كريم واشوفك في البتنجان. بنجيب البتنجان الصغير نقشره زي اخواننا السنين كده لما بيعملوه مكدوس. حلو الكلام. هنسلوه في محلول حمضي. ايه هو محلول الحمضي يا عم الشيف؟ ميه وليمون ويتسلق على النار. بعد ما بيتسلق بنحطه في محلول سكري. الله عليك يا عم الشيف. يشرب السكر ده. بعد كده نصفيه بينضرب في الكبه. بقى عندنا بوريه بتنجان يخش على الكريم شانتيه والفانيليا بقى ايس كريم بتنجان. يلا بقى على السوشيال ميديا نشوف شغلنا ونطلعها اي ترند. ايه رايكم؟ وهنعمله ان شاء الله على الشاشه هنا. وحقوق الطبع لدينا وبس. واثق خطوتي يمشي ملكا. هناخد البتنجان بتاعنا الحلو ده كده ونقطعه كده. الله اكبر. حلو الكلام. انا ما بحبش اقشر البتنجان للامانه. وابدا احمره. الشكل ده كده. وطبيعي انا مش بحب ارش ملح على البتنجان. بحمره زي ما هو كده. ليه طريقه في التحمير هعلمها لك دلوقتي واحنا شغالين مع بعض. بشيل ده كده. عايزه تقشريه برضه اهو وانت عادي واقفه. ولكن سواد البتنجان في جماله او جمال البتنجان في سواده. شوفي بتنجانيه اهو. بشيل ده خالص كده. حلو. هناخد البتنجان ده يا عم الشيف بعد التقطيع الحلو دي كده. كمان واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. استخدامك للسكينة على طول علشان ممكن دي تعور ايدك. ولازم لما تقطعي خضار بأحجام كبيرة زي مثلا بنجر كبير والقاسة كبيرة بتنجانية كبيرة لازم تكون السكينة في ايدك كمان كبيرة. من مصروف البيت يعني كوني حريصه انك تشتري اكسسوارات تنفعك في المطبخ زي كبه صغيره، سكينه عريضه كويسه، سكينه منشار تقطعي بيها الكيكه. شفت البتنجان بتساعدك. ناخد البتنجان ده بعد التقطيع الحلوه دي كده نقف عند الزيت. كمان واحده عينيا. هعمل لك المسقعه النهارده بطريقه جديده. واقدر على فكره اضيف لها شويه مكسرات لو انت حابه. شويه فول سوداني، شويه عين جمل، شويه لوز يا لوز اختياري يعني. حلو قوي. هناخد البتنجان زي ما هو كده. ونعمل خلطة لطيفة كده عشان ما يشربش الزيت واحنا مع بعض. شيل ده ملوش لازمة عشان الصورة الحلوة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب شوية دقيق نحط عليهم شوية بهارات. ممكن تحط توم باودر، بصل باودر، بابريكا، الحاجات اللطيفة اللي أنا هعملها دلوقتي. وتقلي البتنجان في قلب الزيت من غير ما يشرب منك زيت. حلوة زي ما احنا شغالين مع بعض كده. معانا الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه دقيق هنا كده كانك بتعمل اسكالوب يعني. وهنحط على الدقيق ده شويه بهارات حلوين من البابريكا من الكركم من الكمون من الملح والفلفل. اصبحت انا بهرت الدقيق. ونقلب دول مع بعض. ممكن تحط شويه زعتر لطاف كده تبقى لطيفه وجميله. ده اختياري برضه. مش حابه الزعتر ماشي، مش عايزه بابريكا ماشي، بس كل ما تبهري الدقيق بتاعك كل ما بتاخد طعم. اصبح عندي شويه دقيق حلوين كده فيهم فليفر وفيهم طعم. عايزه تحطي بصل باودر حطي، توم باودر حطي، اختياري. حلو الكلام؟ حلو الكلام. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ ببساطه شديده خالص هنجيب بولة تانية فيها ماء مثلج. مية ساعة يعني. حلو؟ زي دي كده.
ميه، ما عندكيش ميه ساقعه هاتي مكعبات تلج وحطها فيها، بقت ميه ساقعه دي. حلو الكلام. هنقف نحمر كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا واقفين كده بنسله، خلي ايدينا كده، نحط دي في الميه الساقعه ونحطها هنا وفي قلب الزيت. يلا معايا بقى كده، عندك وقت؟ اه. ميه ساقعه هنا كده وفي قلب الزيت، ميه ساقعه هنا وفي قلب الزيت، ميه ساقعه زي ما انا شغال كده وفي قلب الزيت، ميه ساقعه وفي قلب الزيت. طبعا الوقت على ما بتجيبي واحده وترجعي كده بتكون الايه التحمير ده بدا، لازم تتعلمي الموضوع عشان ما ينزلش على بعض. اه زي ما انا بعمل كده، استني عليهم شويه. اه حلو قوي. طيب تاني مع بعض. اه يشرب زيت مين يا طيب؟ اه البعض بيجيب البتنجان يحط عليه ملح ويحطه في مصفى ويركنه على جنب، بعد شويه نبص نلاقي الملح خد كل الحديد اللي في البتنجان وخد كل القيمه الغذائيه اللي في البتنجان ونزل بيها. طب انا هستفيد بالبتنجان اكل ايه بقى؟ اكل السفنجه بتاعته؟ لا. فدي طريقه هي سهله واحنا واقفين مع بعض بنحمر البتنجان كمان شويه مع بعض. اه بسم الله الرحمن الرحيم. يعني شغل يعني واحدة واحدة كده، علشان المفروض انت ما تنزليش بهم كلهم مرة واحدة. يا مسهل الحال. أهم حاجة شوية الدقيق اللي أنا عملته بقدر الإمكان بهريهم كويس، عشان البهارات دي البتنجناية هتتبسط بيها قوي. سوري أنا لخبطت. حلو؟ حلوة التحميرة دي، حلوة الفكرة دي؟ اه. اه. زي ما أنا شغال كده؟ اه. يا نعم. قول لي. اه لا في معانا لو عايز تحط تاني. اه. ارفعها لك. اه بص لسه تاخد. نحمر يعني وش، وبدأنا نحمر وش تاني. يعني عايزه تعملي حسب عدد افراد الاسره. هنجيب الصينيه اللي هنشتغل فيها واللي هنعمل فيها المسقعه مع بعض زي دي كده. حلو. تعالي نعمل طشه ان شاء الله دلوقتي مع بعض بتاعت البتنجان. بس خلونا اهم حاجه تحمير البتنجان، لان كتير بيسالوا على السوشيال ميديا شفنا البتنجان بيشرب مننا زيت، شفنا باجي احمر البتنجان ما بيظبطش معايا. نطفي النار دي، مش عايزها خالص، ولا هحطه في مصفى ولا اي حاجه، هكتفي بالتحمير كاني بحمر اسكالوب. اه ميه، شويه الميه اللي انا حطيتهم على البتنجانيه او الميه الساقعه لما بحط البتنجان فيها واحطها في الدقيق بتقفل المسام بتاعه البتنجان يوم ما يشربش زيت. اه فكره حلوه. وبعدين على فكره الزيت يقعد عندك، يعني ما تلاقيش الزيت خس. انت دايما لما بنقلي البتنجان شويه نلاقي الزيت، يعني حاطين ازازه الزيت بعد ما نحمر البتنجان نلاقي الزيت اختفى، راح فين البتنجان شربه خالص. انا معاكم واحده واحده. عينيا. حاضر. طب نشوف البتنجان بعد التحمير ايه رايكم؟ اه ماشي. اول انا بس عشان بس الساده المشاهدين دي طريقه جديده لتحمير البتنجان، اقولها تاني في عجاله كده. طبعا مش هحط تاني هنا لان انا عايز احمر دول وبعدين اعمل من جديد. واحنا مع بعض بنجيب ميه ساقعه، قطعت البتنجان مش لازم نرش عليه ملح، بعدين بجيب ميه ساقعه، ما عندكيش ميه ساقعه بتجيبي مكعبين من التلج مع شويه ميه وتحطهم على جنب، ونعمل التوبنج بتاعنا اللي هم معلقتين دي مع التوابل، توابل زي ما انت عايزه، البابريكا على كركم على كاري حسب ما انت بتحبي.
تقلبهم مع شويه الدقيق، تاخد شريحه البتنجان تحطها في الميه الساقعه، تطلع من الميه الساقعه على التوبنج ده زي ما انا هعمل دلوقتي حالا وانا في الفاصل. ابص كده اهو في الميه الساقعه اهي، خلاص كده البتنجان ساقعه دلوقتي. في طريقه تانية انك تحطهم في الثلاجه، بس هيسود منك، ركزي معايا. لو سبت البتنجان ده لو حطيته في الثلاجه هتلاقيه اسود، نفسك هتقفل منه، فلما تحطها في ميه ساقعه كده لونها بيبيض اهي اهي، لان البتنجان غني بالحديد وبالاكسده زيه زي التفاح، لو سبناه مكشوف شويه بيسود اهو. بعد كده ننزلها في قلب الزيت. طبعا مش هنزل دلوقتي لان احنا عندنا ايه في الزيت فيه بتنجان. خلينا نطلع فاصل صغير ونعيش مع التحميره الحلوه دي كده. شايفين البتنجان على الشاشه اهو بيتكلم مصري. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نشوف نكمل ازاي المسقعه بالطشه على طريقه المغازي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. مخرجنا بيقول لي بس مسقعه من غير فلفل حار وبغير حرمشه تبقى ضعيفه الشخصيه. ابن حلال ده مجهز معايا الفلفل اهو. شفت فلفل قبل كده جنب الزيت؟ بقالك تشوف البتنجان وحلاوته. بص البتنجان سامع الصوت ده؟ حد سمع صوت البتنجان بالشكل ده كده؟ دايما نحمره نلاقيه ايه مهزول كده، والبتنجانيه ملهاش شخصيه زي الفل. ولا شرب زي البتنجانيه تاكلها زي الفل. حلو، هنعمل ايه دلوقتي؟ اللهم صل على النبي. لا الحلقه النهارده مميزه، مش قصه ان انا اجيب فخده ضاني ولا ديك رومي. بالله عليك سامع الصوت ده؟ هنخليهم على جنب دول ونبدأ نشتغل برضو نفس القصة مع بعض كده واحنا مع بعض كده في عجلة. نبطل هزار بقى شفت الحركة دي؟ تاني اللي ما خدش باله من الأولى ياخد باله من التانية مية ساعة، ويا سلام لو حطيت عليها عصرة ليمون تبقى أحسن مني. ليه الليمون؟ محلول حمضي عشان الأكسدة بتاعت البتنجان. بالله عليك مخرجنا الجميل جيب لي قبل وبعد. عندك البتنجان متحمر؟ بنسى واحطه في الميه. حاضر كفايه كفايه ميه ساقعه. ليه ميه ساقعه؟ سؤال ظريف. الميه الساقعه بتخلي الشكل الخارجي او الكفر الخارجي للبتنجانيه يشيل من التوبنج ده. شيل دول كده بقى ورا. عندنا شوية فلفل زي دول كده. الله، في مية ساقعة برضو. نحطهم في المية الساقعة كده. ونحطهم هنا كده. وناخدهم من الخلطة الحلوة دي كده نحطهم هنا. ونسيبهم في قلب الزيت كده يتحمروا شوية ونشوف ورانا ايه. حلو قوي كده، انا خلصت ايه القصة دي. واشيل كل ده من هنا واروق الدنيا. مطبخك لازم يكون رايق والدنيا رايقة معاكي علشان نفسك تتفتح انك تقفي فيه. خلي بالك مهم جدا من العوامل النفسية اللي بتلعب دور كبير جدا في انك تقفي في المطبخ تبدعي تعملي حاجات حلوه. مطبخك يكون رايق وفايق. حلو الكلام. هعمل ايه دلوقتي يا عم الشيف؟ هجهز الحله اللي هعمل فيها المسقعه. معايا على النار درجه حراره عاليه جدا، معانا البتنجان بيتحمر ياخد راحته في قلب الزيت والله الزيت ما خس جرام. حلو، انا عارف انك انت كنت بتحب الالوان دي، الفلفل الملون والجمال، انا عارف عشان تعرف ان انا ايه حافظك. تعالوا نعمل مع بعض الطشه الحلوه. طاسه على النار شديده الحراره مع زبده وتوم وبصله، زبده وتوم وبصله ومعجون طماطم، وناخدهم نروح عند النار وربنا يكفينا شر النار. حلو الكلام. زيت زيتون
طاسة شديدة الحرارة بالشكل ده كده، بنحط فيها زبدة، بنحط البصلية الناعمة، والبصلة بتتحمر. ايه المشكلة لما احط عود روزماري حلو يديني فليفر ويديني طعم بالشكل ده كده؟ الله اكبر، حلو الكلام. ننزل بالثوم بتاعنا بالشكل ده كده، الله، ايه الحلاوة دي يا عم، ايه الجمال ده. وانا شغال كده ريحة الروزماري مع التومة والبصلة خدتنا في مكان تاني خالص. استنى عليهم هسه كده، انزل بمعجون الطماطم واشيل كل ده من هنا، وانا راجع اخد معايا شويه سكر. ليه السكر يا عم الشيف؟ عشان جوزك ياكل منها، ما تقولوش حموضه. عامل ايه النهارده يا حبيبتي على الغدا؟ بتنجان يا حاجه، مش قلت لك البتنجان ومسقعات البتنجان بيعمل له حموضه؟ لا يا ابو احمد، انا سمعت كلام الشيف وحطيت معلقه سكر على الطماطم وعلى صلصه الطماطم، فانسى للحموضه مكان بينا. هنقلب كده، الله، شفت الخلطه دي؟ فيها الروزماري، فيها الثوم، فيها البصله، فيها السكر، طلع شويه بهارات حلوين دلوقتي واحنا شغالين مع بعض. واحده واحده البهارات بتاعتنا يا عم الشيف، كمون، بتنجان بيتحمر في قلب الزيت، بابريكا، كركم، حلو قوي، ما تنساش الملح والفلفل. دي الطشه بتاعتي، والملح كنترول عليه. حلو الكلام، نقلب. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الروقان ده؟ زي ما هي كده، شوية مية، يلا بينا، يلا بينا. نسيبها على النار تتكتك، دي الطشة بتاعتي. سبايسي، ما عندنا فلفل بيتحمر في قلب الزيت. مخرجنا بيقول لي ما قطعتش فلفل حار في قلبيها. بس انت تتقبل الحرارة بتاعت الفلفل اللي بيتحمر ده. حلو قوي، هنجيب كسرولة حلوة، نبدأ نحط البتنجان بتاعنا الجميل، اللهم صل على النبي. شفت البتنجان؟ بص بالله عليك وشوف الحلاوة، ده اسكالوب بانيه، ده اسكالوب بانيه مش بتنجان. بص، متحمر بقاله ساعة. شفت البتنجانية؟ ما لزقتش في التانية ولا مسكت في الثانية. الله، معانا فلفل حار، عايز اخد شوية فلفل حار من ده، حلو ده. النهارده حفلة بتنجان. لا فراخ ولا لحمة ولا سمك النهارده عندنا، بس عندنا إبداع طهوي. الله أكبر، ناخد من الصلصة الحلوة دي كده، سقطها هنا، يلا بينا، يلا بينا. معايا مخرجنا حبيبي، حبيب أرتي. رجعها تاني، ناخد بتنجان اتحمر عندنا هنا ده كده. يلا، علمتك تعملي مسقعة بتنجان، محدش عملها غيرك في العيلة. شفت البتنجانية متحمرة ازاي بالله عليكي؟ بص 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 بص، ده اسكالوب مش بتنجان. تاني بتنجان يتقشر، شوية مية ساقعين من التلاجة، توبنج، معلقتين دقيق، عليهم شوية بهارات حلوين من ايدك الخمسة كده، صابع ايدك الخمسة،
زي ما انت عايزها، كمون، شطه، بابريكا. حلو الكلام. ناخد الخلطه دي مع العود الروزماري ده، وبالف هنا وشفا. لا مش هتخش النار يا غالي، نار مين ده، هي كده فله. الف هنا وشفا، خدت مني شغل بس علمتك تعملي المسقعه النهارده بطريقه جديده. وكل ما نعمل البتنجان والبتنجان يجي ما بين ايدي، تاكدي انك هتشوفيه بطريقه جديده، لان الابداع الطهوي ملوش حدود. هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، بعد الفاصل هنرجع برضو للابداع الطهوي وتغيير مسار الفول، نعمل فول بالجلاش والجبنه عشان اولادنا يحبوه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، عايزين نشوف مع بعض ازاي الفول نقدمه بطريقه جديده لاولادنا. البتنجان ايه الصوره؟ البتنجان خلص خلاص اهو. حبيبي حبيبي عجبك والله العظيم، عندي احلى من الديك الرومي لانه معمول بمزاج. تاكل البتنجانيه فيها طعم البتنجان، انما انا احط البتنجان دي مدرسه المغازي بقى، واحط عليه ملح واسيبه في مصفى وارجع عليه ملوش طعم. فالبتنجان غني بالمعادن، غني بالالياف، قيمه غذائيه عاليه جدا. قدرت اقفل المسام بتاعته بطريقه ابتكاريه طهويه، وبعدين قليته في الزيت، فبالتالي البتنجانيه طالعه معايا لها صوت وانا بشيلها من قلب القلايه، وحتى بعد وهي في قلب الطشه بتاعتها زي الفل، اكلها كده تقطم معايا زي السمك الفيليه. والله الفول نشوف بقى اديله على الشاشه، موسوعه طبعا. والفول من الحاجات اللي نروح في اي مكان في الدنيا في العالم، أكلة مصرية، وإحنا المصريين شطار في عمايله، وعلمنا الدنيا كلها تعمل الفول إزاي. إذا كان الراجل الطيب بيعمله في العربية على الشارع، على نصفة الشارع، الفول بالزيت الحار، الفول بزيت الزيتون، الفول بالطماطم، الفول بالقوطة، الفول الإسكندراني، الفول من الأكلات المصرية المعتمدة وطبعاً موثقة في كل أنحاء العالم. تعالوا نشوف نعمله مع بطريقة إزاي، طريقة جديدة بالجلاش، هنشوف نعمله مع بعض إزاي. فول عجينة جلاش بتشتريها من اي سوبر ماركت، ومعانا جبنه موزاريلا، ومعانا بصله وتومه. حلو الكلام. وتعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. ادي البصله والتومه، لا مش هحط له طماطم. زيت زيتون، بصله ناعمه، طبعا الأبحاث العلمية وتوثيق الأكلات، الفول من الأكلات الموثقة والمدرجة من الأكلات المصرية الشعبية في كل أنحاء العالم، واخدة الشعار المصري. آدي زيت الزيتون مع البصلة والتومة. ممكن نحط زبدة وما نحطش، بس أنا مش حابب أحط زبدة. حلو، استنى على البصلة ما تاخد لون تاخد طعم. عندي شوية فول حلوين زي دول كده، بس قضيهم هنا كده يا ويلي. اقلبهم على النار. حلو اهو، الله على الريحة. مشاكل الفول مع الكولون بيعمل غازات، وانا شخصيا بعاني من الفول. اهو ما اعمل ايه يا عم الشيف، احط له كمون. سبحان الله، اضافة الكمون للفول بيشيل ايه الغازات. ادي كمون، بابريكا، وطعم الفول كده، شويه الملح التمام. من فضلك دمسي الفول في البيت يفضل، شويه البهارات بتوعك زي الفل، ونقلب كده. عندنا فول لطيف وجميل، الفول ده مدمسينه في البيت. يتدمس ازاي يا شيف؟ تغسلي الفول مره اتنين تلاته، نقعتيه. من فضلك ما تحطيش بيكربونات صوديوم، تسمعيش نصيحة جارتك، عايز الفول يستوي بسرعة حط معلقة بيكربونات. بعد أكلة والتانية والتالتة وانت في ريعان شبابك، هيجيلك ارتجاع مريء في عز نومنا، نوم من على المخدة. ارتجاع المريء يعني الأكل بيرجع تاني نتيجة البيكربونات صوديوم. هنخلط دي كده مع بعض،
خلص الكلام دي بنشيلها كده ونخلي دي هنا كده ودي تروح هنا كده. بقى الفول جاهز عندي. بجيب عجينة الجلاش اللطيفة الحلوة دي كده. عجينة الجلاش جبتيها، أنصحك تطلعيها وتحطها في الكيس بتاعها. ليه يا عم الشيف؟ عشان ما تنشفش منك. تلاحظ إن أنا حاططها في الكيس لغاية لما أجي وقت أشتغل. الفول عندنا هيبوظ البوتاجاز. حلو الكلام، بنشيله ونحطه هنا كده. جهز الفول بالطعم. باخد العجينة الحلوة بتاعتي دي كده وابدأ اعمل فول بالجلاش بطريقة حلوة، زي لحمة مفرومة بالجلاش او صينية جلاش باللحمة المفرومة. مفيش حد احسن من حد. ايه رأيك في الجو ده؟ هاخد الفول ده احط له الجبنة. خد البهارات زي الفل. بقت حاجة جديدة الأولاد هيحبوها. عندي شوية زبدة أو سمنة بلدي زي ما أنت عايزها. يفضل معلقة سمنة بلدي حلوة دعميها، يبقى بروتين حيواني وبروتين نباتي الاتنين مع بعض. على فكرة تقدري الاتنين البروتين الحيواني والنباتي الاتنين يكونوا في طبق واحد، بس لازم بإيه؟ بخبرة طهوية. زي ما أنا دلوقتي عملت الفول بالزبدة أو فول بالسمنة. سمنة بروتين حيواني، فول بروتين نباتي، أصبح إن هنا بناخد القيمة الغذائية العالية من الطبق الواحد اللي بناكله. هي دي الشطارة بتاعتك في المطبخ. يكون عندك الثقافة الطهوية وتدرسي مطبخ، مش تدرسي إزاي تقشري التوم والبصل وخلاص، لأ. يعني أدرس أحط إيه على إيه في الآخر هيديني إيه، ده مهم جدا على فكرة. أنا عندي عجينة الجلاش وعندي الجبنة الموزاريلا. بحط شوية جبنة هنا كده. حلو. السمنه اخبارها ايه؟ اهي معانا فرشاه زي دي كده، شويه سمنه حلوين كده يدوا طعم. كنت احط زبده بس الجلاش يحب السمنه. المعجنات عموما يعني رقاق يعني سمنه، جلاش يعني سمنه. هناخد السمنه دي كده عشان لما تخش النار تبقى مقرمشة. نخليها على جنب. ناخد كمية الفول الحلوة دي كده. بص على الحلاوة، بص على الشقاوة، ده فول. الله أكبر، حلوة يا شيف، والله فكرة جديدة. ناخد الجلاش ده كده. ناخد دي كمان كده. هندخلها الفرن. هي عايزة 5 دقايق في الفرن تاخد لون بس أو تحمر العجينة معنا، وإن شاء الله وقتنا هيسعفنا بإذن الله. نحط شوية السمنة الحلوين. عندي جبنة موزاريلا عشان أول ما نضرب المعلقة نلاقي جبنة. عامله بيتزا يا ماما اللي عامله لكم فول النهارده على طريقه المغازي بالجلاش، هي دي الفكره. بنحط مع الجبنه دي شويه بقدونس. شفت الطريقه الجديده ديت؟ عايزها سبايسي حط فلفل حار. ونقلب العجينه دي كده عليها. اللهم صل على النبي. وهندخلها الفرن. ناخد بقية العجينة معانا، نحط السمنة البلدي على الوش وندخلها الفرن. تطلع معانا مقرمشة زي الفل. ولادك ياكلوا منها، يبقى طبق جديد مش كل يوم فول بالزيت الحار. أمرني. ها؟ لا لا، ما هتقطعها بالسكينة. هوريها لك دلوقتي. خلينا نحط السمنة البلدي وندخلها الفرن في درجة حرارة 180 على ما نكون عملنا عصير الجوافة بتاعنا بجوز الهند. حلو الكلام ده. طبق حادق مش حلو،
وعشان هو طبق حادق ومش حلو نقوم نعمل ايه بقى؟ التركايه الاخيره بعد ما نروق الدنيا، هو ده الكلام. رشه بابريكا حلوه يا ويلي يا ويلي، هو ده الشهوه على الجلاشه كده. حلو الكلام، تديها لون تديها طعم. حلو، هندخلها الفرن في درجه حراره 180. يلا بينا. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بقى فول او صينيه فول بالجلاش. نظبط الشبكه بتاعتنا وانا ومخرجنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا حلوه. بص عليها كده، العب. تعالوا مع بعض نعمل عصير الجوافه بجوز الهند، ودي حاجه جديده. لما بنقول جوافه بجوز الهند، الاتنين مع بعض بيحبوا بعض. طعم الجوافه مع جوز الهند انا شخصيا بحبه. مكوناته حليب، جوافه، عينيه، جوز الهند، الخلاط بتاعنا اللي هيشرفنا ويشتغل معايا زي الفل. حلو، ببقى مجربه تفاجئ بقى ايه الفيشه حطيتها انا غلط. بسم الله الرحمن الرحيم. العب. حلو، دي الجوافه مع السكر مع جوز الهند مع الفانيليا. الله عليك يا مخرجنا. وانا خلصت يا فندم زي الفل الحمد لله. شفتوا المقادير؟ نقولها كمان مره، معانا جوافه، معانا جوز الهند، معانا حليب مسلج. يفضل طبعا ان احنا لما نشيل نعمل عصير جوافه، انا بحب كده، انت ممكن بتحبش كده، انا بشيل البذر اللي موجود في الجوافه. ليه بقى؟ طب هتقول لي يا شيف مغازي اضربها في الخلاط وصفيها. لا، ما بحبهاش، بحس وانا بشرب عصير الجوافه كده ان في حاجه خشنه زي الرمله كده، حاجه يعني زي السميت. فانا الجوافه يتشال البذر اللي جواه وتنضرب في الخلاط زي بقى حليب بقى مع جوز الهند مع مكسرات زي ما انتوا عايزين. انا بحب كده. انت عايزه تضربيها بالبذر بتاعها وتصفيها زي ما تحب. حلو الكلام. تعالوا نعمل العصير ده، عصير قيمته الغذائيه عاليه جدا، لاولادك لاطفالك لبنتك الحلوه ربنا يخليها لك. تعالوا مع بعض نعمله ازاي على الجلاش ما يستوي. حلو الكلام. ادي الخلاط معانا. اول حاجه هنحطها الجوافه الحلوه دي كده، جوافه البلدي الموسم بتاعها دلوقتي اهي، ما فيهاش بذره. حلو. طبعا احنا لما تقشري الجوافه، قصدي لما تشيل البذر من الجوافه بالشكل ده كده، برضو تقدر تحطها في محلول حمضي، يعني شويه ميه معصور عليهم ليمونه، تقوم تحافظ على شكل الجوافه يبقى لونها ايه؟ ابيض بس خلاص. جوز الهند. الله. سكر، مع ان الجوافه البلدي سكر، بس هنحط شويه سكر. ممكن تحط معلقه عسل زي ما انت عايزه، يعني ربع معلقه فانيليا. حلو الكلام. كل دول مع بعض يا عم الشيف. ده عصير بسيط وسهل، بس لما تيجي تحسبي القيمه الغذائيه بتاعته او العناصر الغذائيه بتاعته اللي موجوده في العصير ده، بجد مفيد، خاصه لما يكون الطفل طالع من المدرسه او جوزك راجع من الشغل وتقابليه على الباب بكوبايه عصير زي دي كده. نحط الحليب المسلج. اوعى ما تشتغلش، ازعل، ممكن اعيط على هوا والله. بعد ده كله نضرب كل ده مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. We'll be right back.
شكرا يا صديقي. صديقي طبعا. الله، حاضر، انا وانت هنشرب منه حبيبي. ادي العصير بتاعنا. دايما الشيف المغازي يقول لك يا صبابين العصير زيدوا حالته. اوبا، اللهم صل على النبي. شفت القوام الحلو ده كده؟ جوافه، حليب مثلج، جوز الهند، سكر، فانيليا. الف هنا وشفا للي يشرب. مهم جدا وانت بتعمل العصير ده الجوافه تكون طبعا مغسوله كويس ومفيش اي اثار لبصل ولا توم في ايدك وانت شغاله. طيب، ملاحظين ان انا في الحاجات دي حريص قوي عشان البنوته الحلوه اللي بتشوفني وبتتابعني تعرف الحاجات دي. ليه بقى؟ ممكن يكرف منك، وخاصه الجوافه بما ان ريحتها حلوه وطيبه، بس خلي بالك سريعه ان ايه، ان هي تلمس مع اي طعم سواء بصل او توم. زي البطيخ كده، السكينه لو انت مقطعه بها بصل وجيتي قطعتي بها بطيخه بعد ما تغسليها عادي كده هتلاقي ريحه البطيخ بصل، فلازم تغسليها كويس. خلينا نطلع الفول بتاعنا. تبص عليه في الفرن زي ما تحب حبيبي. يلا، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ بص على الحلاوه، بص على الشقاوه. صينيه فول بالجلاش. الف هنا وشفا للي ياكل. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ بدانا الحلقه بتاعتنا النهارده لا فراخ ولا لحمه ولا سمك، ولكن لازم تكوني بتتابعي البرنامج الشهير اكله امي، ويا رب ما نتحرم من ايديها. لازم ان انا اقدر انوع السفره بتاعتي بشويه بتنجان. قدرت ان انا اعمل شويه مسقعه بخبره طهويه، البتنجان اتحمر، عملنا له الطشه اللطيفه اسمها طشه المغازي، شفناها اتعملت ازاي مع شويه فلفل حار، وحرمشنا الطبق كده وزي الفل. ده عدل وسلطه زبادي بالخيار وتعشت. لو انت هتعمليه بس جنبيه شويه جلاش بالفول بالجلاش زي الفل. ده برضو لو هتعمليه لوحده عدل وطبق سلطه خضراء، مش سلطه زبادي، طبق سلطه خضراء، ويا ريت نقطع عليها شويه جبنه قريش، تبقى وجبه برضو متكامله. انا بوريلك ازاي، مش لازم تعملي الطبقين مع بعض. معانا عصير الجوافه بجوز الهند، ويفضل طبعا تقديم العصاير الطازه بالفواكه الطازه على سفرتنا بدلا من المياه الغازيه. رؤية، فن، ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.